على مستوى وزارة الفلاحة دراسة تصنيف المنطقة كغابة استجمام. إن شاء الله إذا تجسد هذا المشروع مع مشروع تهيئة الغابة عين عنتر، إن شاء الله نتوقع أنه راح تكون قطب سياحي جذاب ومتميز لعشاق الطبيعة والسياحة الإيكولوجية والجبلية والرياضات الجبلية وعشاق التخييم. السلطان والسلطانة أكبر من مجرد شجرتين أو نبتتين، هما الأسطورة والمزار والجمال والشاهد على عتاقة المنطقة وأهلها.